الخبر أول اللي عدى عن وسام تيكت وسب البيسان تيكت ووصفها بالعاهرة. بالمختصر ما يعرف القصة يا حباي، في بيسان تيكت نزلت هذا المقطع على تيك توك. بهذا المقطع كان وراها ولد، هذا الولد يا حباي بثاتهم قاعدين على الفراش، فهل يا ترى هو حبيبها أو صار بيناتهم شيء زائد 18؟ ما أدري صراحة، شيء كلش غريب، لكن هو وياها على الفراش وبشهر رمضان وبنفس الوقت هي قاعدة تصور تيك توك، وهذا شخص مو أخوها، ما حد يقول لي أخوها. من بعد هذا الفيديو يا حباي بيوم، اليوم وسام تيكت ينزل هذا المقطع على الانستغرام، قاعد يقول إنه الحب مثل عاهرة، عاهرة سيئة وكلمات زائد 18، واضح انه كلش من قهر او نوعا ما حزين على اللي سويته بيسان لانه خانته، وبعض الاشخاص قالوا طبعا انه هو يقصد ياسو. ما ادري صراحة، راح احط لكم المقطع اللي نشره كبوست، صراحة شكل صادم مثل ما شاف في الكومنتات كلها قاعدين يقولون انه ليش نشر هذا الفيديو وهي صفحته تهكرت. ما ادري صراحة، راح احط لكم المقطع شوفوا. El amor es una putada. Pero una putada enorme. Porque si te enamoras vas a sufrir. Porque nadie es tan maravilloso como parece el primer día. Nadie. Yo todo lo que he sufrido en mi vida, todo, ha sido por culpa del amor. Todo. El amor es una mierda. Y lo peor de todo es que lo necesitamos, ¿sabes? Necesitamos estamparnos una puta y otra vez contra esa tonelada de mierda. وبصراحة حبايبي من وصلت المقطع في جروب اللايكات، ما ادري صراحة شو رايكم اللي قاعد يصير، وبس مع السلامة.